عاملين مظاهره ليه النهارده هنا عند جامعه القاهره؟ عشان احنا نازلين نطالب بحقنا ونطالب بشرعيه شرعيه مرسي، ونازلين نطالب بحق الشهيد طالب الهندسه، احنا نازلين نطالب بحق الشهداء ونطالب بحق البرجوع الشرعي. المعتقلين والميتين والضرب والإهانة، أنا ضد الإهانة وضد التخريب وضد التعذيب، ضد أي حاجة تدور البلد. كم طالب عند حضرتك في جامعة القاهرة تهان وتعذب؟ كتير كتير. تقريبا الرقم كام؟ تقريبا أنا مش عاملة إحصائية معينة بس كتير، طلبة كتير يعني. لأن الداخلية طول عمرها هتفضل بلطجية بس ده، وطبعا نازل حق الطلبة اللي اعتقلوا قبل كده دفاعا عن رابعة، نازل أأيد معاهم رابعة اللي هو حق الناس اللي قبل كده ماتوا ده من زمان. مصاب جال حضرتك ولا مصاب لحد دلوقتي؟ ولا واحد. ده حرم جماعي، القنابل الغاز كانت بتدخل لنا جوه، والطلبه كتير جدا من مناطق الخرطوش. الخرطوش اللي كان بيتحدف علينا كاننا كفره بالظبط، كانوا بيحتفوا علينا مش زي المسلمين ولا كانهم دوله عدوه بالنسبه لهم. طيب دلوقتي حضرتك امتحانات الترم قربت، انت بتذاكري دروسك اصلا؟ اه بنذاكر دروس. حضرتك جبت الطربوش ده منين؟ من قدام الجامعة. باشا قدام الجامعة بيقعد طربوش كده؟ باشا تمام. وبكام الطربوش ده؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه؟ ألف شكر لحضرتك. حاسس بإيه لما دخلت ميدان التحرير؟ الحمد لله يعني أولاً أقصد التحرير أنا مش فرحان إحنا دخلنا التحرير. ان شاء الله نخش رابعه احسن من التحرير طبعا. رابعه دي رمز السمو، احنا اصلا عمره ما يفرحنا الحين. اه يفرحنا ان شاء الله 25 الجاي ان شاء الله نازلين كلنا ان شاء الله باذن الله. مش هنسيب التحرير ده ان شاء الله باذن الله. كده كده احتمال كبير دلوقتي حالا ان داخليه الكلاب دلوقتي هيجوا يضربونا تاني دلوقتي. قولي لي حضرتك حسيتي بايه اول لما دخلت ميدان التحرير؟ عشان بنصر الله القريب. ليه اصلا حضرتك كنت عايزه تدخلي ميدان التحرير؟ لان هو ده الميدان اللي كان حريص السيسي ان احنا ما ندخلوش. طيب هو حضرتك جايه في المسيره من جامعه القاهره لغايه هنا؟ بالظبط كده. يعني حضرتك طالبه جامعيه؟ ايوه. في كليه ايه؟ كليه الشريعه الاسلاميه وجامعه الازهر. قولي لي حضرتك لما زمايلك اتحبسوا بسبب بالونه زي كده مش خايفه تنزلي ببالونه تاني؟ لا طبعا، وانا اهو لابسه ابيض زيهم تضامنا معاهم وماسكه البالونه.